ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده حكايتنا عن فلسطين، عن طفل صغير اسمه نبيل. نبيل يعيش في مدينة يافا الفلسطينية الجميلة اللي بتطل على البحر، وكان بيته جميل جدا. لكن في يوم من الايام كان صعب جدا عليه، جاءت عصابة سرقت بيت نبيل واجبرت نبيل على الخروج من بيته هو واهله. وبعد مرور السنين معرفش نبيل وعيلته الرجوع لبيتهم في يافا الجميلة، علشان في شخص تاني ساكن فيه وأجبره ان هو ما يرجعهوش تاني. وبنت عائلة نبيل بيت آخر في حي الشيخ جراح في القدس علشان تسكن فيه، وفعلا سكنوا وكبروا في هذا البيت ودرسوا فيه وتزوجوا منه. ولكن حصل تاني اللي حصل قبل كده، وجات العصابة تاني عشان تسرق بيت نبيل وعيلته في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ليسكن بيه ناس تانية غيرهم. لكن نبيل وعيلته قالوا لن نرحل، وكتبت بنت نبيل على البيت لن نرحل أصدقائي. وشاركوا أصدقاء دكتور نبيل، شاركوا ما حصل مع عائلة نبيل ونشروا على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك، وكتبوا جميعا لن نرحل وشاركوها مع الناس. وبقت كل الناس بتدعم نبيل وعائلته انهم لن يرحلوا حتى مصر ويسترد بيتهم. فدي كانت حضرتنا النهاردة عن فلسطين، وان شاء الله تسترد فلسطين ارضها واحنا وراها حتى النصر. شكرا اصدقائي.